الصحفيه للتناول موضوع اساسي والحقوق الدولي اللي فعلا هو الذي يستفيد عن طريق شركاته ومسؤوليه الشركات القاريه سياسيه اغلبيه. وما انا بالمناسبه عضوي اتحاد المغربي للشؤون الذين تعرضا لهذا الشطط آمنة، وكذلك لعبة أكثر. نشكر الإخوان المنتمين ديال الصحافة الإلكترونية، يعني موقع ديال تازا أونلاين، فاس توداي، تازا بلوس، وأصداء اليوم، على حضورهم معنا من أجل التغطية ديال هاد المحطة لهاد الندوة الصحفية اللي كتزامن مع اليوم ديال الإضراب العام في الوظيفة العمومية في الجماعات الترابية، واللي سجل نسبة ديال النجاح على مستوى الجماعات الترابية بالإقليم، يعني قارب 100%. جل الجماعات تقريبا بالاقليم ديال تازا. وحنا اللي اساسي وبغينا ناكدوا عليه نركزوا عليه في هذه الندوه الصحفيه هو الشطط، هو الخروقات، هو التعسفات والمضايقات اللي كيمارسها رئيس ديال جماعه الهيئه الغربيه على الموظفين او على بعض الموظفين اللي حاضرين معنا في هذه الندوه الصحفيه، اللي غادي نحاول نعطيو معطيات ونقدر نعطيو ايضا شهادات من طرفهم حول ما يمارس. دونك اللي حصل في جماعة غياسة الغربية، اللي مع كامل الأسف مازال رئيس جماعة غياسة الغربية يعتبر على أن الجماعة من أملاكه الخاصة، بحيث الموظفين كيتعرضوا لشتى الأنواع ديال التضييق وديال التعسفات. ونعطيو أمثلة ديال الأخت اللي كتحضر معنا اللي هي نعيمة بالشيحة، هذه موظفة بجماعة غياسة الغربية، واللي هذا الرئيس راه صيفط لها واحد 30 أو 40 استفسار وإنذار. علاش كيقول لها هاد السيده على انها ما كتجيش في الوقت وما كتلتزمش بداك الشيء اللي كيعطي لها يعني بالمهام المنقوله اليها اداريا؟ ولكن في حقيقه الامر هاد الشيء ما كاينش اصلا وبتاتا. سولنا ومشينا كاع حتى للجماعه، شفنا واش هاد السيده بصح كتجي ولا ما كتجيش للعمل، رغم ان هذه امور ما عندهاش معنى الا انها تصفيه حسابات، وهذه هي الحقيقه ديال هذا الملف. هو هاد السيد مازال كيقلب على انه يصفي حساباته الانتخابيه مع ناس، سواء مع هاد الموظفين اللي هما قرابين ليه او الناس ديال الساكنه ديال الجماعه اللي ربما كانوا ضده او ما خدموش حتى معاه. بالتالي هاد يعني كيتعرضوا لهاد الاشكال لهاد الحسابات هذه. فالسيده توصل يعني غرق الملف ديالها بالاستفسارات وبالانذارات، رغم اللجنة المتساوية الأعضاء اللي هي المجلس التأديبي على أساس يقتطعوا لها 15 اليوم من الأجرة ديالها في واحد الاجتماع ديال اللجنة التأديبية اللي كان في 11 ماي 2015، وتقتطع لها 15 اليوم من الأجر ديالها في هذا الشهر اللي فات اللي هو شهر ديال نوفمبر. أيضا كيحرض الموظفين ضدها، كيقول لها خصك تمشي ديري هذا العمل وهذا العمل، وأكثر من هذا نبداو غير بالبناية ديال الجماعة اللي هي بنايه لا تصلح ان تكون اداره بالمره، على اعتبار ان فيها ثلاثه المكاتب صغيورين وكيجلسوا فيهم اربعه الموظفين، واحد محشي في واحد، ما كاينش يعني الادوات ديال العمل، ما كايناش حتى ذاك الراحه اللي يقدر الموظف يلقى راحته باش يؤدي واجبه بالشكل المطلوب. وكل شيء كنعرفوا على ان المؤسسات او الادارات بشكل عام راه وجهها هما هذوك الموظفين، بمعنى إذا كانوا في وضع مريح راه كيأديو واجبهم بشكل مريح، وإذا كانوا في وضع مضغوط وفي واحد الوضعية اللي ما كتسمحلوش بأداء بطبيعة الحال كيكونوا هذه الوضعية ما غير مريحة. دونك قلت أنا راه جاها الاستفسارات كثيرة واقتطع لها من الأجر ويهددها يوما بعد يوم. يوما بعد يوم نفس الاستفسار، وعندنا الملف جاهز حول هذه الاستفسارات وهذه الإنذارات، يمكن كيدير كيبدل غير التاريخ ونفس اللغة كيولي يكتبها، بان راه تبالغ الى علمنا على انك ما كتلتزميش بالوقت المحدد والى اخره، وما كتجلسيش في المقعد ديالك وكذا وكذا، وما كتقوميش بالمهام ديالك، نفس اللغه كيقولها في هذا الانذار وفي الانذار اللي موراه وفي الاستفسار اللي موراه الى اخره. حنا مشينا وجهنا رساله وكانت عندنا نيه ديال اننا نحلوا المشكل بدون ما نوصلوا للاحتجاج والى اخره، لان اعتبرناه مشكل ماشي شي حاجه اللي غنحتجوا عليها كثيره، لان حنا عندنا ملفات وملفات اكبر اللي حنا كنخرجوا نحتجوا عليها
واللي راه عليها الاضراب اليوم ومازال عليها محطات نضاليه اخرى في العلاقه مع الهجوم اللي كتعرض له الوظيفه العموميه ومكتسبات ديال الشغيله بشكل عام. هذه هي الملفات اللي كنخرجوا نحتجوا عليها من الامورات اللي هي بسيطه اللي كنحلوها وما خصهاش تكون اصلا في المؤسسات وفي الجماعات المحليه مثل الجماعه ديال الرئاسه العربيه. حنا الجلال وطلب لقاء وعقد معنا لقاء يوم 20/11 داونا حول هذا الملف وملفات اخرى وكانت نيتنا على اساس يوصل او نوقفوا الملف عند هذا الحد بانه يتحل يوقف اولا التعسف والممارسه على هذه الموظفه وعلى موظفين اخرين وخاصه الحارس الليلي. وهذا عون ولا مساعد تقني اللي كيقوم بالحراسه الليليه. انا عمري ما شفت في مؤسسه شي واحد كيدير الحراسه يوما بعد يوم، يعني هذه الليله واللي موراها واللي موراها ابدا. هذه الاولى وهذه عام وسبعه اشهر هو كيدير الحراسه الليليه يوما بعد يوم بدون انقطاع كل ليله، بمعنى الخدمه ديالو كل ليله من 6 د العشيه حتى 8 ونص الصباح ديما. البط ما استفدش حتى من العطله السنويه ديالو بعد ما طلبها ما عطاهالوش الرئيس خلال عام وسبع شهور. حنا كنعرفوا في المؤسسات اللي كيدير الحراسه الليليه كيدير نهار ونهار ما كيديرش، هذه معروفه. هذا كيدير له الحراسه الليليه يوميا والطامع اكثر من هذا الشيء. السيد كان كيدير الحراسه وعنده واحد المحل اللي كيدخل يجلس فيه ولا ينعس فيه ولا احيانا، دونك هذا مسؤوليته. الا مشات شي حاجه ولا كانت مسؤوليه اخرى ما عندهاش علاقه بانه حيد له الساروت وكيسد الجماعه بشكل نهائي، كيشدها بالسوارت هذا الرئيس الجماعه وكيخلي هذاك السيد اللي هو الحارس الليلي برا من المؤسسه كاع، كيقول له انت غادي تبقى هنا لان الحراسه ديالك هنا وماشي تدخل تجلس برا ولا تنعس برا لداخل، بليطو ماشي تدخل لداخل ولا تنعس لداخل، وكيخلي كيحيد السوارت كيخلي السيد على برا عرضة لهذ الظروف الطبيعيه وعرضة ربما للتهجمات او شيء من هذا القبيل، وما خلالوش حتى فين يجلس بشكل نهائي وكيجي عنده بالليل بين الفينسي والاخرى باش يشوف واش راه كاين ولا ما كاينش. دونك هذا امر مرفوض ومرفوض ما يقبلوش لا يقبله عاقل. ضف الى ذلك كاين الناس اللي كانوا كيستافدوا من الاشغال الشاقه والملوثه، هذا حق كيستافدوا منه جميع الموظفين ديال الجماعات الترابيه من السلالم يعني 6 و7 و8. كاين تقريبا التعميم ديالو جات مذكره غير مؤخرا من طرف وزير الداخليه كتدعو على الناس تستافد من التعويض على الشاقه والملوثه. هذا الاخ اللي كيحضر معنا اللي هو الخضر بوبديله هذه اكثر من سنه اعتقد من 2014 وهو محيد له الاشغال المشقه والمتا، في حين انه هو كيقوم بنفس المهام اللي كيقوموا بها الناس في الاداره بحاله بحالهم. وهذه السيده ايضا حيد لها حتى هي الاشغال الشقه والمروته بعد الانتخابات الجماعيه. شهر 10 وفي شهر 11 كسرت عليه. نعم هو بعد الانتخابات الجماعيه. يعني هذه لغه ديال ولا هذا يعني الانتقام بعينه، يعني السيد كيقلب على اساس ينتقم من هاد الناس. حنا كان عندنا هذا الهدف ولا هاد الرغبه على اساس نحلوا المشكل في هاد الحدود بعد اللقاء اللي جرينا معاه، وقال بالحرف على انه ما غاديش يكون سببا بانه يقطع الرزق شي واحد وان الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. قلنا بون حنا وصلنا الى ذاك وصلنا الى علمنا من طرف السيده المعنيه على اساس راه غيقتصر عليها 15 يوم، وقلنا له بالحرف قلنا له السيد الرئيس راه حنا سمعنا بان غادي تقتطع السيده الاجره ديالها. قال ابدا انا ما كاينش هذه النيه ديال الاقتطاع وهذا الشيء جرى شي فتره سابقه هذا الشيء تسجل ما نعرفش، في حين ان مباشره بعد ما دخل الراتب الشهري لقينا بانه تقتطع على 15 يوم بناء على كما قلت على القرار او المحضر ديال اللجنه التاديبيه اللي هما الناس ديالو خاطر موظفين بعينهم وكيضغط عليهم على اساس يوقعوا على المحضر ديال الاقتطاع من الاجره ديال الموظفه المعنيه. دونك اولا هذه كذب علينا، ثانيا قال على انه مستعد ينقص من الحده ديال الاستفسارات والتهديدات اليوميه شريطه ان هذه السيده زعما تلتزم بالوقت ديالها وبالمهام ديالها، في حين انها هي تقدم شهادتها بان راه كتجي تخدم الوقت المنصوص عليه في القانون وكتجي تأدي المهام، بل هو كيعطيها مهام مكتوبه اشنو ديري واشنو ديري في الاداره وكيصيفط واحد الموظف ولا الموالين له ويقولوا له ممنوع واش ديري شي حاجه، قال لك الرئيس ما ديري حتى شي حاجه جلستي تما، بمعنى كيقلب على اسباب ربما لاتخاذ شي قرار اكثر من هذا الشيء اللي راه كيديروا حاليا اكثر من الاستفسار واكثر من الانذار. حنا بعد ما درنا اللقاء انتظرنا على اساس ربما يكون شي تغيير ما في السلوك ديال هذا الرئيس في العلاقه مع هذا الموظفين، لكن هو زاد اكثر من هذا الشيء، زاد عاد اولا صيفطها استفسار وقصت عليها من الاجر
وزاد ضغط على هذاك العون بعد ما حيد له حتى داك اللي كان كينعس فيهم وداك الكواش وداك حيدوه من كاع قال ممنوع دير شي حاجه وتوقف هنايا طيله الليل. دونك بعد داك الشيء صيفطنا رساله احتجاجيه للعامل ديال الاقليم بتاريخ 3/12/2015 يعني كنعطيو فيها هذه المعطيات حول شنو راه واقع في الرياسه الغربيه ونحمل المسؤوليه في انه يتخذ القرارات والاجراءات اللازمه في هذا الشان. وجهنا ايضا رساله احتجاجيه لعند هذا الرئيس في هذا الموضوع اللي كنحملوا المسؤوليه في هذه الخروقات اللي كيمارسها في حق هذا المواطنين. وايضا كنطالبوا منه على اساس يتراجع على هذا الامر ونخبره على اننا نحن مستعدون في الاتحاد المغربي للشغل في الجامعه الوطنيه لعمال وموظفي الجامعات المحليه على مستوى اقليم تازا على اساس اننا ندخلوا في معركه مفتوحه في هذه الجامعه من اجل اولا الوقف ديال هذه التعسفات اللي لم تعد مقبوله بالمره. ونزيد اكثر من هذا يعني يمكن هذا الرئيس راه مازال كيستغل الموظفين بشكل فظيع كاع، يعني كاين اللي يمكن كيطلب منهم يمشي يديروا امورات في داره وفي فيرما ديالو باش نزيدوا كاع نطحوا اكثر. كاين الناس اللي كيضغط عليهم على اساس يمشيوا يقوموا بمهام ما هي عندهاش علاقه بالاداره وما عندهاش علاقه بالجماعه بشكل نهائي، على اساس كيمشيوا يديروا له ولا يمشيوا يخدموا معاه في الفيرما. هذا امر مرفوض ويجب ان يعلمه الجميع. وحنا كنرفضوا رفضا قاطعا ومستعدون في الاتحاد المغربي للشغل في الجامعه الوطنيه لعمال وموظفي الجامعات المحليه اننا نفتحوا هذا الامر، وهذه مسؤوليتنا ومسؤوليه ايضا الصحافه المحليه على اساس نشتغل على هذا الامر. وكذلك مستعدين اننا ندخلوا في معركه في العلاقه مع هذا الملف من اجل ايقاف كل هذه التعسفات وكل هذه المضايقات اللي كيمارسها مع هذا الرئيس الذي عمر طويلا في هذه الجماعه، ويمكن ولا كيعتقد على ان الجماعه ولات الملك ديالو وراه يمكن باغي يورثها، ولا كيعتبرها مع كامل الاسف كيعتبرها جماعه هي من الملك الخاصه، واللي كيضل الواقف حالي غير الموظفين فين كان هذا غادي هذا وفين هذا. وهذا امر لدرجه اننا امر امر اخر ما تسكتش في الاول هو اننا عمرنا انا بعدا ملي نمشي نحط التصديقات اللي عند الرئيس ما لقيتش فين نحطو بعدا، ما عندوش مصدق واضح اللي كان عنده تصديق الوالدات كيف مره تقول اللي عند الرئيس يجاوب عليها ويمشي هذا. هذا مشكل ديال كتود عليه هو تيكا ولا طلب معين من شي جهه معينه او شي شخص معين حتى كيتمنى واحد الموظف ويقول له من عند من جا شنو هو مضمونه، يعني قرا عليه ذاك الموظف ويقول له شنو هو مضمون هذا وشكون اللي سيقطو له عاد ديك الساعه يقول له واه غيخليه ولا يقول له تخلى عليه او شيء من هذا القبيل. حنا مشينا باش ندفعوا الطلب ديال اللقاء ما لقيناش ولا دفعنا عن طريق البريد، بمعنى يعني حتى الاداره ما عندهاش ذاك الهيكل بالصح ديال الاداره وتدخل وتلقاها بان اداره حقيقيه. هذا الشيء مازال وقع في الرياسه الغربيه مع كامل الاسف. ديري انت الموظفين ما كيسلمهاش ليطا دونكاجمون، شحال كيتخلص الموظف ما كيعطيهالوش، كذلك شهاده العمل ما كيعطيهالوش ما كيعطيهاش للموظفين. اضف الى ذلك لي زورد ميسيون ان موظف من الجامعه ديالو حطو سيف العماله كيجي بجيبو وما كيسرق على لورد ميسيون، لو وقعت له شي حاجه راه تحصل اللحيه القانونيه على رسلات الجامعه. التعويض على هذا العمل ما كاينش، الساعات الاضافيه ما كاينش، كما قال الاخ مصطفى حتى التي بي اس ما 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 ما, ما كيعطيش للموظفين. غادي اكثر من هذا الشيء ان القرار اللي تم اتخاذ ديالو الاقتطاع لهذه الاخت المعنيه المتضرره في شهر في شهر 5 يوم 11/2015 مباشرة بعد انتخاب لجان ثنائية كان بالحضور ديالو، وهذا خرق للقانون بالحضور تاع الرئيس في اللجنة التأديبية التي تاخذ هذا القرار، وكتكون بالمناسبة اللجنة التأديبية ممثلي الموظفين وكذلك من ممثلي الإدارة وهي متساوية في العدد، كان الحضور ديالو شخصي للضغط على توقيع على قرار انتهى الاقتطاع هو بدون مبرر، ان ما عنده حتى شي استفسار اللي كيبين انها تغيبت شي نهار او لا شي مده معينه على الجامعه. اضيف اكثر هذا الشيء ان عني جاي هاد 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 الفضاء والحقد والشطط الموظفين خاصة الأخت اللي حاضرة إلى جانبي، فأقولها ليش غادي نوضحوا هذا الشيء مزيان باش أن عمالة الإقليم السيد العميل يتدخل لوضع حد
لهذ الخروقات تاع الرئيس الحالي اللي عمر الولايه الرابعه على راس جماعه غياثه الغربيه، ان الزوج تاع السيده هو في المعارضه. هذا هو السر تاع الاوبيراسيون كامل، وهذا الضغط على هذه السيده من اجل ان كمحاوله للطرد ديالها من الجامعه على رجلها في المعارضه، وهي موظفه ولاد البلاء ان يكون رجلها في المعارضه. هذيك مساله كتخص المعارضه والمجلس والناحيه السياسيه، هي موظفه منضبطه في العمل ديالها وعندها وليداتها، كتدخل الوقت المناسب هو 8 ونص الاداره، نص ساعه كتمشي تاكل في الزنقه، والعشيه 4 ونص كتخرج. غير هذا الشيء كيدير لها الاستفسار وغرقها واحد المجموعه تاع الاستفسارات. الا شفنا هذه الاستفسارات اللي هاد الاخت هما عده، ما كاين حتى شي استفسار اللي كيذكر فيه الرئيس انك تغيبتي التاريخ الفلاني او النهار الفلاني الشهر الفلاني. كاين استفسارات فقط كيقول لها ما كتدخليش بها الوقت، ما مضبطاش في العمل، كتمشي للبيرو البيرو، وحنا حتى حنا موظفين راه كنمشيو للبيرو البيرو اللي تصلحها. كرئيس الجماعه كيفاش السيره واللي الجماعيه كاسطر كتدخل لها الريحه نتاع الحيوانات. انا كنقولها ما تحمل المسؤوليه ديال الريحه نتاع الحيوانات، يعني اداره اللي ما صالحاش لا الموظفين ولا كذلك المواطنين يقضيو المصالح ديالهم داخل هذه الاداره. الاخوان الاعضاء في المكتب، وجهوا النداء الوطني كما خرجوا عاود لها بالاستفسار. وهذا راه فرعون في هذه الجماعه، اقول فرعون في هذه الجماعه يجب وضع الحد هذه التصرفات اللي كيديرها مع الموظفين، بلا ما نذكروا التصرفات اخرى اللي علاقتها مع المواطنين نتاع الجماعه